ولكن يعني هو شبيه لسيدنا عيسى. انا اصلا كان نفسي ابقى ملاكم مش لاعب كمال اجسام، كان كتفي دايما بيدخلها، ما كانش عندي حل تاني. فيجيتا للاسف ما كانش عنده الجينات، فبقيت فيجيتا انا على الحقيقه. يعني دي كانت اخر رسمه عملتها. بص كميه الكوميكس اللي انا كنت برسمها. ازيكم يا جماعة، اهلا بيكم في حلقة النهاردة. حلقة النهاردة مختلفة شوية، موضوع مختلف تماما، بس النهاردة هكلمكم على حبي لكرتون دراجون بول زي، وليه وايه اصلا اللي حببني فيه، وحاجة تانية ايه علاقة دراجون بول زي في مشواري او بدايتي في كمال اجسام. لدرجة معرفش لو حد فيكم لاحظ، بس عندي العلامة بتاعت الماجن اللي هي كانت على رصعة فيجيتا، ماجن فيجيتا في ظهري. مش هندخل بقى في ليه وحرام وكده، عارف ان هي غلط وحرام وكل حاجة وما تعملهاش انت، لكن واحد كان صغير في السن وخلاص هي اتعملت يعني. بس خلينا بقى نرجع ورا خالص بقى، خلينا نرجع في 2005 مثلا، قبل ما ابتدي ملاكمة وقبل ما ابتدي اصلا شيل حديد ولا اعرف اصلا ايه الجيم ده وكل حاجة. انا كنت دايما برسم كرتونات. اوكي اقول لك حاجة، تعالى خليني اوريك الرسومات بتاعتي. بص يا معلم، احنا هنطلع فوق في المكتب على ما اعتقد ان في شوية رسومات. لازم الصوت يبقى واطي عشان ايه، البيت كله نايم. ده المكتب هنا، فاعتقد احنا لسه عشان انا بعمل شوية تجديدات في البيت، فدي واحدة من الفايلات بتاعت الرسومات بتاعتي، هي دي. لا دي هي الرسمة كده صح، هو جاي يعني على اساس من تحت، فاهم؟ بص كمية الكوميكس اللي انا كنت برسمها. دي كانت رسمة ديجيتال عملتها على الكمبيوتر، يعني لونتها على الكمبيوتر. ودي كانت رسومات عشوائية، كنت بجرب كاركترز. رسم كله عشوائي. ياه دي كانت اخت طليقتي. دي كانت اخر رسمة عملتها، كانت في 2010. دي كانت حاجات عشوائية. هل في تاني؟ في تاني، في كتير. ده على اساس انا لما بدأت شغل مثلا. لا ده دي ابني بقى هو اللي راسم بقى الصورة دي. بص في حاجات كمان مختلفة. شكل كده كنت هنا كئيب مكتئب. انا بقى عندي من الصور دي مئات، يعني ممكن كمان فوق الالف. وكل ايه، كل الف او كل صورة قصدي من الالف دول فيهم المربعات اللي انت شفتها، ففي الاف الاف الرسومات. فانا اصلا كنت بدأت فنان، ولكن قبل ما ارسم الكرتونات زي دي كنت برسم ديناصورات وحيوانات وكده، لغاية ما يوم من الايام شفت اعلان دراجون بول زي على التلفزيون. وطبعا احنا ساعتها في مصر ولا كان عندنا كارتون نتورك ولا كان عندنا اي حاجه، كانت حاجه كده صدفه شفتها عند واحد صاحبي كان عنده دش ساتلايت، وشفت اعلان دراجون بول زي. والناس بقى، العيال بقى اللي عماله شعرها تقلب اصفر واخضر وعينيها تقلب اخضر وبتاع، وانا اتجننت وجالي هوس.
طبعا دخلت على الانترنت قعدت اكتب دراجون بول زي وشفت الصور وبتاع وقعدت اعمل داونلود وجالي هوس قوي في الكرتون. اللي عجبني قوي في فكرة دراجون بول زي المعنى من جوكو والشخصيات زي فيجيتا. جوكو على فكرة بيمثل الى حد ما، وده من الفنان نفسه اللي عمل دراجون بول زي اللي هو اكيرا تورياما، بيمثل نوع من يعني مش عايز اقول النبي، ولكن يعني هو شبيه لسيدنا عيسى ان هو المنقذ بتاع العالم المودرن وورلد، يعني العالم الحديث اللي احنا عايشين فيه يعني، وما عندوش اي نوع من شر جواه خالص، وان هو عنده الموهبة حاجة ربانية ان هو يبقى اقوى من بقية الشخصيات التانية كلها. انما فيجيتا شخصيته مختلفة شوية. فيجيتا كان عنده الاعتقاد او التوقعات، او كان زي ما تقول ايه، هو على اساس لان هو الامير بتاع الجنس بتاعهم يعني، فكان على اساس ان هو متوقع ان هو يكون اقوى واحد، ولكن طبعا لما يقابل جوكو يلاحظ ان هو مش اقوى واحد. فيجيتا للاسف ما كانش عنده الجينات ان هو يبقى احسن واحد، والحل الوحيد ان هو يوصل لمستوى جوكو كان بالتمرين الزيادة والتعب والسعي ان هو يبقى احسن واحد. فزي ما انتوا شايفين يعني قصة دراجون بول كلها مبنية على دروس اي طفل صغير ممكن يتعلم منها مبادئ كتير يطبقها في حياته الواقعية. وعلى ما اعتقد هو من اكبر الحاجات تقريبا اللي ادتني شغف هي دراجون بول زي، الاسلوب بتاعهم للحياة. وجوكو حتى كان دايما عنده الاتيتيود ان هو ما تقعش في فخ الضحية، ان لما في مشكلة المشكلة موجودة ولازم تنحل، وما ينفعش نقعد نشتكي ونبقى سلبيين، ودايما تفكيره ايجابي في كل مشكلة كانت بتجيله، تفكيره ايجابي حتى لما كان بيتضرب وياخد علقة كانت تفكيره كلها ايجابي. وكان دايما 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 اللي بيحب في جوكو كان دايما عنده امل. فيجيتا كان واقعي اكتر وكان يعني سلبي اكتر شوية يعني، ولكن طبعا مع مرور الوقت ومرور الحلقات فيجيتا بدأ ياخد كتير من صنف وطوابع جوكو، اللي هي التضحية، الالتزام، اهم حاجة الرفقة بالطبيعة والناس والحيوانات وكل الكلام ده، وطبعا الاهتمام بالناس اللي انت بتحبهم. جوكو كان دايما شايل دي كانت كبيرة عنده، يعني ان هو يحافظ على كل الناس اللي هو بيحبها. وبعدين هتلاقي في اخر حلقات دراجون بول زي فيجيتا بدأ ياخد على الطبع ده. طب ايش دخل ده في كمال الاجسام اصلا؟ ان انا لما بدأت تعرفت على دراجون بول زي وبدأت ارسم الكرتونات دي بدأت اندمج قوي في الرسومات دي، وقلت بص انا لازم ابقى كده. فاول حاجة عملتها رحت نادي الترسانة وبدأت العب ملاكمة هناك، ودي كان اول بداية مشواري في كمال اجسام. لكن للأسف الشديد انا اصلا كان نفسي ابقى ملاكم مش لاعب كمال اجسام، ولكن للأسف كل ما كنت بضرب هوك شمال كان كتفي دايما بيتخلق، وحتى برضو في اليمين كان عندي، انتوا شايفين هنا انا اصلا عامل عملية في كتفي لان المفاصل في كتفي كانت ضعيفة جدا. فللأسف ما كانش ليا نصيب ان انا ابقى لاعب ملاكمة، مع ان انا كان نفسي ابقى لاعب ملاكمة، نفسي، لان انا كان بالنسبة لي الفايتنج هو كان اهم حاجة ان انا ابقى زي الشخصيات بتاع دراجون بول زي دي او الشخصيات اللي انا برسمها. فايه تاني افضل حاجة؟ ان انا ابقى شبههم، ما كانش عندي حل تاني. فبدأت ألعب جيم وشوية شوية بقى بالبطولات وكده بدأت بقيت فيجيتا أنا على الحقيقة يعني. ده اللي دخلني في كمال أجسام، وده حبي لدراجون بول زي. ولو أنت عندك مثلا أخ صغير أو عندك شخص أنت مهتم بيه وهو صغير، مهم جدا جدا أن أنت تعلمه على الكرتون اللي زي ده، لان صدق أو لا تصدق الكرتون ده بيديك مبادئ كتير جدا مهمة في الحياة، وبيعلمك ازاي ما تستسلمش وازاي انك تفضل في استمرارية بالذات في الحاجات اللي انت تؤمن بيها، وما تغزلش الناس اللي حواليك. ودي كانت اكتر حاجة انا اتعلمتها من كرتون دراجون بول. بس دي قصة دراجون بول وقصة الرسومات بتاعتي. ولو الحلقة عجبتكم بيعمل سبسكرايب والبرامج المخصصة عشان اخلي شكلك زي الشخصيات اللي في دراجون بول والشخصيات اللي انا برسمها دي. خش اشتري بروجرام. خلي بالك انا مشواري كله لما بعد الملاكمة لما بدأت رحت الجيم كان في مدرب هناك وشافني بتمرن وبتاع، وهو اداني اول بروجرام. فانا مشواري كله اصلا بدأ ببروجرام واحد ان انا اعمل جسم كويس.
فما تعرفش ممكن انت تبتدي بروجرام والله اعلم توصل لغايه فين. على الاقل تبتدي ببرنامج واحد وشوف النهايه هتبقى فين. ودي حلقه النهارده ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه.